كيقول المثل المغربي الا شبعت الكرش كتقول للراس غني. هادشي بالضبط اللي كيوقع في واحد الطقس موسيقي حساني معروف بسميه الطبل. هنا في دوار ام القردان باقليم طاطا كيتجمعوا الناس من بعد الجلسه ديال اتاي وكيبداو يغنيو ويتموسقوا بالات بساط. كيصفقوا باليدين وكيضربوا على الطبله بالكيسان وكيلعبوا بالطبل اللي جات منه السميه ديال هاد الفن. هاد الآلة النقرية كتصايب على شكل سطل صغير كيتسمى التزوة. هاد السطل كيتصنع من خشب ديال شجرة صحراوية سميتها الجداري وكيتغلف بالجلد ديال الجمل. هاد الطبل كيحطو فيه 7 ديال الحجرات صغار وكل حجرة منهم كترمز لفنان صحراوي قديم. من غير الغناء والموسيقى كيكون حتى شطيح فن الطبل. هادشي اللي غنخليكم تشوفوا في هاد المقطع. تهلاو. بغيتو تكملوا المغامرة راه ما ساليناش. دخلوا الموقع اللي قدامكم وحاولوا تجاوبوا على الأسئلة ديال الحلقة باش تحصلوا على مفاجآت عجيبة.